رسالة جات لنا من إحدى الأخوات، وكانت بتقول فيها: أنا ولدت من 15 يوم تقريبا، وبعد يومين من الولادة توفي ابني. بقي في الخداج في اللي هي الحضانة يومين، وتوفي بسبب 4 فتحات بالقلب وتبديل الشريان. وبتقول يعني ممكن تتحدث عن فتحات القلب وإيه الأسباب اللي بتخلي هذه الفتحات تظهر مع حديث الولادة. بتقول: مع العلم إنه كان بيتحرك حركات سريعة وقوية ومؤلمة ويحجر بشكل عالي جدا. إيه السبب؟ ممكن يكون دواء هذا الذي حدث يعني معه. طيب، نبدأ حلقة النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. بادئ ذي بدء كده، في حاجة مش هنقدر نتدخل فيها إلا الناس اللي ممكن حابة إنها تكون أكثر دقة أو أكثر طمأنينة على أطفالها اللي جاية، إنها تعمل حقن مجهري، لأن في أسباب وراثية، في أسباب وراثية، لكن الحقن المجهري العملية بتاعته بيحصل فيها إنه بيتم التأكد من سلامة الأجنة وراثيًا. طيب، لكن لو مش هنتكلم عن الحقن المجهري، إن في أسباب وراثية هي اللي بتكون وراء وجود ثقوب أو فتحات في قلب الطفل اللي مولود أو في قلب الجنين. عايزين نعرف إن هذه الفتحات لو كانت لها أسباب وراثية، في كثير من الحالات بتكون ثقوب صغيرة وبتغلق لوحدها من تلقاء نفسها، وبعض الفتحات بتكون يعني لها بعد تاني وبيبقى لها مشاكل أخرى زي اللي حصل مع أختنا الكريم. طيب، يعني السبب وراثي فقط؟ لأ، في أسباب تانية هي دي اللي تقدري أنت تسعي على المرء أن يسعى، وعلى الله التوفيق، ربنا يوفقكم جميعا في إنجاب أطفال بدون مشاكل. فالأسباب اللي تقدروا تتحكموا فيها هي الأسباب البيئية، أنت والبيئة المحيطة اللي حواليك هو اللي له علاقة بوجود ثقب في الجنين وفتحات في قلب الجنين، لأن الموضوع ده هيؤثر عليه حتى لو كمل حياته ممكن يؤثر عليه. طيب، إيه هي الأسباب البيئية؟ أو إيه الأسباب اللي إحنا ممكن نكون عملناها غلط تؤدي إلى الثقب في قلب الجنين أو تشوه في قلب الجنين، ومن ثم أيضا حدوث مشاكل صحية كبيرة لو تركت هكذا؟ الدواء الخاطئ، وللمرة المليون بنقول محدش ياخد أي دواء من تلقاء نفسه في فترة الحمل بدون الرجوع إلى الطبيب المعالج والمباشر لحدك. حتى لسه كنا بنتكلم عن اللي بيجي لها دور برد، ممكن تجري على أدوية كانت بتاخدها ما قبل الحمل، اللي قبل الحمل حاجة واللي في رحلة الحمل حاجة تانية، فالأدوية ثم الأدوية ثم الأدوية. حتى لو بتاخدي مكملات غذائية برضو استشير الطبيب. حتى المكملات الغذائية، أيوة، في فيتامين مثلا لو علي أو ممكن يعمل تشوه في الجنين، ممكن يعمل كده لو علي جرعته، ولو انت ما انتيش في حاجة إليه موجود في جسمك وموجود بوفرة وزودتي نسبته في جسمك بدون حاجة إليه، ممكن تعملي تشوه في الجنين. الحاجة التانية هو التدخين، وجدوا إن السيدات اللي بيدخنوا أو عايشين في وسط ناس بتدخن فيه، يعني مش شرط تكوني بتدخني، يعني ممكن حضرتك تكوني قاعدة مع زوج حضرتك أو مع والدك أو مع عمك أو مع خالك ومقيمة معاهم، والناس دي كلها بتدخن وانت بتشمي الدخان بتاع السجاير، ده تدخين ايضا، ويسمى التدخين السلبي. يعني ليه سلبي؟ لانك مش بارادتك، انت مش بتدخن، ولكن طالما بتستنشقي نفس الدخان فبتدخل لك نفس المواد الكيميائيه الضاره بالجنين والضاره بحضرتك، زيك زي اللي بيدخن بالظبط، فده بيعمل ثقب في بيعمل حاجات كتيرة، ولكن من ضمنها ثقب القلب عند المولود.
حاجة من ضمن الحاجات اللي كتير جدا مش بنهتم بيها، ودي بتحمي كتير جدا من حدوث ثقب في قلب الجنين. وعايز أرجع لرسالة أختنا الكريمة، بس بعد ما أقول الكلمة دي، التغذية الغير متوازنة تؤدي إلى مشاكل في الجنين من ضمنها ثقب القلب. رسالة أختنا الكريمة بتقول إن كان بيحصل لها تحجيرة كتيرة، وإحنا يمكن قلنا إن تحجيرة البطن أو قساوة البطن أو التقلصات الرحمية أو الانقباضات الرحمية دي حاجة عادية في رحلة الحمل، بتيجي وتفك بتيجي وتفك، ولكن اللي مش عادي إن وتيرتها تكون حادة جدا ومش بتفك إلا بعد مدة طويلة، هنا بيكون بسبب حاجات كتيرة، منها الجفاف، عدم شرب المية، ومنها حاجات كتيرة جدا إن التحجيرة دي لو زادت عن حدها وطالت مدتها ممكن تؤدي إلى ولادة مبكرة. هنا هي بتقول لنا إن طفلها دخل الحضانة يومين، ده معناه إنه اتولد بدري عن ميعاده. والحاجات اللي بتؤدي إلى الولادة قبل الموعد هو عدم الاهتمام بالتغذية، هو التعرض للالتهابات نتيجة ضعف المناعة اللي ممكن يحصل في فترة الحمل، وإحنا مش بنعوض ضعف المناعة ده بالتغذية المتوازنة، فبالتالي بتكون عرضة سهلة جدا إن أنت تلدي مبكرا. فممكن يحصل لا قدر الله لو طفل عنده ثقب في القلب، لو اتولد في ميعاده هذا الثقب ممكن يكون لوضع آخر لو اتولد في غير ميعاده. بتفرق جدا توقيت الولادة، اليوم جوه الرحم بيفرق أكتر بكتير جدا في اليوم خارج الرحم طول ما المدة لسه قائمة. يعني واحدة بتولد في أول الأسبوع أول الشهر التاسع ولادة آمنة، ولكن لو كان عندها إمكانية إنها ما عندهاش أي مشاكل ولا عندها مثلا تخوفات من جرح قديم ولا 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 آخره، وعندها قابلية إنها تقعد لحد آخر التاسع، ما تولد آخر التاسع ده أفضل للجنين. كل يوم التغذية اللي جوه الرحم هي أفضل بكتير طالما المدة لسه قائمة، ودي حاجة بتحمي المواليد بشكل كبير جدا. طيب عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، الأطفال لما بيتولد في أعراض بتظهر عليهم بتقول إن ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب، منها الثقوب أو الفتحات اللي بنتكلم عنها، منها سرعة النفس العالية في معدل، يعني ممكن يحصل سرعة في النفس، ده شيء طبيعي عند حديث الولادة، ولكن في سرعة عالية جدا. طيب مين اللي يقول لك ده إن السرعة دي هي دي السرعة العادية، أو لا الطفل ده بيتنفس بسرعة؟ هو الطبيب، لازم يتفحص الطفل عند طبيب الأطفال في الأسابيع الأولى من ولادته. لكن في حاجة أنت ممكن تلاحظيها لما بتيجي ترضع الطفل، بتلاقي إن في تعب من الطفل عند الرضاعة، تلاقي فيه زرقان في وشه، شفايفه بتزرق، الطفل ده عنده مشكلة في القلب. لو لقينا إن في نقصان في نمو الطفل ومش بيتحسن، يعني ممكن الطفل يبقى عنده ثقب على فكرة في القلب وإحنا مش واخدين بالنا، ولكن لو ركزنا كويس هنلاقي إن في نقص في النمو، وممكن يكون هذا بسبب مشكلة في القلب عند الطفل. طيب إيه الحل؟ إيه الحل؟ الحل بيختلف حسب نوع هذا الثقب، لأن الثقوب اللي ممكن تحصل في القلب أو فتحات اللي ممكن تكون في قلب الطفل المولود متعددة ولها أشكال وأشكال. طبعا مش هزحمكم بهذه المعلومات لأن دي هتعود على الفحص الطبي عند طبيب القلب المتخصص في الأطفال، ولكن الحل بيبقى ممكن يكون في حل جراحي، في حل دوائي، وفي كثير من الحالات بتكون أمور بسيطة جدا مع الرضاعة الطبيعية، مع الاهتمام بالطفل، هذه الثقوب بتقفل من تلقاء نفسها بعد مدة معينة. وربنا يعافيكم، اهتموا بتغذيتكم كويس جدا، واهتموا برفع مناعتكم عشان ما توصلوش للولادة المبكرة، وعشان كمان ما توصلوش لأن يحصل التهابات، وهذه الالتهابات قد تطال الجنين وتعرضوا لأي أذى. مهم جدا إن احنا نكون على وعي باللي نقدر نعمله، ولكن اللي حاجة خارجة عن إرادتنا، عملنا كل حاجة وفي النهاية كانت النتيجة إنه برضو الطفل عنده ثقب، هذا الأمر قد يعود إلى سبب وراثي، وهذا من عند الله سبحانه وتعالى، ما نقدرش نعمل حاجة، كل ما على الإنسان إنه يسعى سعيه المشروع. ربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله، ويرزقكم الذرية طيبة، ويخلف على أختنا الكريمة بخير مما أخذ منها. قولوا أمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.